نحن كجزء لا يتجزأ من الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظومة النقابية الدولية. شيء إيجابي أنه هذه المنظومة النقابية داعمة للحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية لاعتبار أساسي وهي قضية إنسانية. وبالتالي هناك الضغط وهناك دعوة للزملاء وللصحفيين في المؤسسات الإعلامية للابتعاد عن التضليل وللابتعاد عن الخطاب الواحد. لم نطلب منهم الانحياز إلى طرف عن طرف، بل انحياز إلى ضوابط المهنة وأخلاقيات المهنة، وخاصة الانحياز إلى حق الشعوب في تطوير مصيرها وحماية الصحفيين. اليوم نتكلم عن استهداف واضح للزملاء الصحفيين في فلسطين. الموقف السياسي العام للاتحاد الدولي للصحفيين أو حتى الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي للصحفيين أو حتى النقابات الدولية هو موقف واضح مع القضية الفلسطينية لاعتبارها قضية إنسانية بعيدا عن العرق واللون والأيديولوجيا. اليوم هناك محاولات، لكن هناك بعض المؤسسات العالمية التي يتحكم في قرارها واضح. السياسة التحريرية لا تناقش داخل القاعات التحرير، بل تفرض من داخل من طرف الإدارات، وهذا ما لاحظناه اليوم. هناك 6 صحفيات من بي بي سي عربي تقريبا، وحنا على التحقيق على خلفية تعليقات على الفيسبوك داعمة للحق الفلسطيني وداعمة للمقاومة في مسألة أن الفلسطينيين أو المقاومة الفلسطينية تقتل الأطفال وتذبح الأطفال. كان دور كبير لوسائل خصوصا النشطاء على مواقع التواصل الإعلامي والصحفيين، وخصوصا بمساعدة الصحفيين في الدول العربية بترجمة كل الأخبار وكل ما ورد. هذا قام دور كان خصوصا صحفيين تونس، أنا هذا عشته أنا، ساعدونا في هذا الأمر لتوصيل الخطاب الفلسطيني أو السردية الفلسطينية لمقاومة السردية جيش الاحتلال بأن الفلسطيني هو قاتل أطفال. دائما هم يستغلون هذه الأمور لصالحهم. الاتحاد الدولي للصحفيين أخذ موقف ضد بعض وسائل الإعلام، أو ضد، ليس وسائل الإعلام ولكن هي ضد الهياكل الممثلة للإعلام الروسي في الحرب الأوكرانية. ويمكن أن تكون هناك مواقف مماثلة كما اتخذها ضد النقابة الروسية، ضد الهياكل الممثلة لمهنة الصحافة في الدول التي لا تحترم أخلاقيات المهنة. هذا أكيد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستطالب بذلك، ستدفع نحو ذلك بالتعاون مع الدول العربية. ندعو إلى تحرير الشعب الفلسطيني.